مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم 4 جانفي، 4 يناير، اليوم العالمي للبرايد. كذلك في هذه الفترة، هذه يوم أول يناير، كين اليوم العالمي للمجال العام. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنقدم شخصية صالحة الصغيرة. صالحة الصغيرة اسمها الحقيقي هند زكريا، من مواليد 1943 بمدينة الكاف التونسية. أحبائي، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الرزق الحلال. إذن عمو يزيد، لكم أغنية تتغنى بالفعل الحضاري. كيفاش الإنسان لازم يكون عنده أفعال حضارية باش المجتمع يعيش مرتاح؟ أحبائي، طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. وانتم يا أحبائي، إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا في البرنامج، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد مع عمو يزيد.